جدا. هو بالمناسبة وجه خطاب للرئيس مبارك في 23 يوليو وذكر في هذا الخطاب أنه هو استنفذ كل الطرق، ان هو طرق كل الابواب وان كل الابواب اغلقت في وجهه، وشكى جدا من موقف النيابه من تجاهل بلاغاته ومن التماس اعاده النظر. وقال في خطابه للرئيس مبارك انه انا هتوجه لكل الضمائر الحره في العالم من نواب الى شعوب الى منظمات حقوق انسان انها تقف الى جواري، لان انا مش لاقي حد يقف الى جواري. سيدة جميلة اسماعيل، قراءه خطاب او اللي حضرتك بقى بتقولي انه مقاله وليست خطاب، لما قريتيها ما حسيتيش انه ممكن يكون مستفز لجهات كثيره جدا ولاشخاص كثر، مش بس في النظام الحاكم ولكن في عموم الناس؟ يعني حضرتك عارفه انه الموقف مثلا، لسه كنا بنتكلم على دكتور سعد الدين ابراهيم، وانه في ناس من من يعني من اعتى المعارضين للنظام بيعادوا دكتور سعد الدين ابراهيم لا لشيء الا انه بيخاطب بشكل مباشر الاداره الامريكيه، وبيعتقدوا انه ده له استتباعات سيئه جدا على الداخل. ما حسيتش انه جواب زي ده ممكن مش بس يستخدم ضده ولكن يقلل من شعبيه ايمن نور والتشكك في نواياه؟ معاكي 1000%، معاكي 1000%، لكن هي الحياة خيارات. إذا يعني انت قلقتي، حسيتي لما قريت الجواب كده حسيتي انه يعني بالتأكيد يعني، بس هرجع واقول لك برضو هو يعني ده اختياره، هو سجين خلف القضبان اللي هو بيختاره، احنا بننفذه في الحقيقة. لا بالتأكيد الجواب ممكن يستفز الكثيرين، بالتأكيد غدا يعني لم يكن في صحف الليلة يعني اللي هنشوفها دلوقتي هيبقى في أقلام حكومية كتيرة جدا بتهاجمه، هتستخدم بعض الفقرات في الخطاب وهتترك البعض الآخر، هتحاول ان هي تشوه صورته. زي ايه؟ زي ايه؟ زي اي فقرات تعتقدي ان هي يعني اعتقد انه يعني الخطاب فيه بعض الفقرات لو تم عمليه كاتن بيست قص ولزق اعتقد انه ممكن يستخدموها بشكل جيد جدا في حمله تشويه سيئه ضده، يعني لإيذائه بشكل اكتر والاضرار بيه بشكل اكتر. يعني في حاجات كتير جدا هتحصل، الفقرات ربما اللي بيتشكى فيها ايمن نور بشكل واضح جدا لباراك اوباما من الاوضاع الخاصه به شخصيا او بقضيته. بس هو مش بس اتكلم عن قضيته يا استاذه منى، هو اتكلم عن اوضاع كمان اخرين في سوريا وفي العراق وفي الاردن وفي فلسطين، اتكلم عن ما يعانيه الاخوان المسلمين والمحاكمات العسكريه، اتكلم عن شباب 6 ابريل، وتكلم عن حركة كفاية، وتكلم عن حزب الكرامة وحزب العمل، اتكلم عن كل من في وجهة نظره بيعانوا من ظلم أو بيعانوا من قهر. فلا أيمن نور لم يخص الخطاب أو الرسالة بس لحالته هو شخصيا، لكن برضو هرجع تاني مع حضرتك وأقولك أنه هو سجين خلف القضبان بيشعر بالظلم وأكيد هيكون شاعر بظلم أكتر على نفسه. طيب يعني دكتور أيمن نور ينفذ حكما صدر عليه منذ 2.5 سنين تقريبا في قضية تزوير التوكيلات، قضية شهيرة جدا، حكم عليه ب5 سنوات زي ما قالت السيدة جميلة، هو قضى نصف أو ما يزيد قليلا على نصف المدة في سجن مزرعة ترة. عودة إلى الخطاب وحكاية أوباما، الجزء الأخير من الخطاب سيدة جميلة محير. سعادة السيناتور أوباما، إننا ننتظر منكم الكثير كمرشح ديمقراطي وكرئيس نتوقع منه أن يقود العالم نحو تغيير حقيقي وعادل. إن جيلك وكافة القوى الإصلاحية والديمقراطية والليبرالية في مصر والعالم العربي تتمنى أن يكون 20 يناير 2009 عيدا للحرية والديمقراطية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في العالم كله. إصلاح ما أفسدته سنوات طويلة من دعم المستبدين بدعوى المصالح وعلى حساب المبادئ. الفقرة دي تحديدا من الممكن أن تفهم على أنها استعداء صريح، يعني يا أوباما لو بقيت رئيس تدخل في شؤون مصر، كيف ترين؟ والله حضرتك أنا يعني بصفة شخصية زي ما قلت لحضرتك، طبعا هو يعني من حق أي إنسان أنه هو يكتب ويعبر عن نفسه في مقال علني وفي رسالة علنية، إذا كان هو بيرى أو بيتطلع أن تكون أو أن يكون أوباما يعني حيحقق التغيير وسيتوقف عن دعم المستبدين في
كل الدول يعني اللي فيها استبداد. فأنا شخصيا يعني كإنسانة وكمواطنة أنا في الحقيقة برا العكس تماما، يعني أنا غير مهتمة إطلاقا بالانتخابات الأمريكية، أنا غير مهتمة إطلاقا يعني بما يحدث الآن. أوباما مكين يعني زي ما المثل كده بيقول، شالوا ألدو جابوا شاهين. الإدارة الأمريكية والنظام الأمريكي له حساباته الطويلة مع النظام، سواء بقى في مصر أو في دول أخرى، حسابات بقى بتتجاوز بقى الإصلاح والديمقراطية والحريات وأيمن نور وحركة كفاية والإخوان المسلمين وكل حاجة. فأنا غير متفائلة إطلاقا بأي شيء، وأنا بعتقد جدا وبؤمن جدا، وبالمناسبة برضو ده رأي أيمن، يعني أنا بعتقد جدا وبؤمن جدا أنه أي تغيير حقيقي حيتم من الداخل، أي تطلع للحريات والديمقراطية بيتم من الداخل. شايف الجواب ده بيتناقض مع القناعة دي؟ ما حضرتك يعني لا أبدا، هو لا يتناقض. القارئ يعني هو لا يتناقض للأمور أو للسياسة العامة يعرف أنه باراك أوباما جزء أساسي من 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 فكره السياسي اللي بيسوقه في الولايات المتحدة الأمريكية، هو طبعا مع السحب إنهاء مأساة مشكلة العراق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وواضح جدا فكرة إنه يود الانسحاب ولو قليلا من الشؤون من شؤون الدول الأخرى اللي يمكن أنهكت الخزانة الأمريكية والمواطن الأمريكي. فأنا هقولها لك بالصيغة دي، الصيغة يمكن فيها نوع من التبسيط، إنما هقولها إنه وكأنه باراك أوباما بيقول أنا لو جيت رئيس فأنا ماليش دعوة بقى بالدول اللي موجودة اللي فيها إصلاح ولا ما فيهاش إصلاح، ماليش دعوة. جه أيمن نور قال له لو جيت أرجوك ما تخليش القناعة دي، لا اتدخل عشان استكمال الإصلاح، يعني شيء من هذا القبيل. أستاذة منى، يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرتك يعني تعلمي جيدا، يعني دولة من الدول اللي هي بتعتبر دولة مؤسسات. باراك مكين أيا كان مين فرد لا يعني شيء في مثل هذه الدول، يعني أعتقد أنه حيأتي بأجندة بتعبر عن مؤسسات، حينفذ ما يعني تلقنه هذه المؤسسات. وأنا يعني زي ما بقول لحضرتك، أنا شخصيا وأتمنى أن أنتم كنتوا تروحوا تزوروا أيمن في السجن وتاخدوا يعني أراءه مباشرة، أنا شخصيا غير متفائلة إطلاقا. أنا مع جدا ما يحدث يعني على جانب العمال، ومع جدا الشباب والطلبة، ومع جدا كل ما يحدث في الداخل في الحقيقة. وأنا يعني حقيقي أنا يعني مؤمنة جدا وبأشارك بكل ما أستطيع، وأنا مجرد فرد بسيط جدا، مواطن بسيط جدا في هذا الوطن، يعني بحب أن أنا فقط أشارك القوى السياسية فيما تفعل داخليا. وأنا غير متفائلة ولا أصلا بأتطلع لأي شيء، لأنه غير متفائلة بالنسبة لإيه؟ يعني أنا مش شايفة في الحقيقة أنه حيكون يعني غير متفائلة بالنسبة لأيمن نور ولا بالنسبة للوضع العام؟ لا يعني أنا زي ما بقول حضرتك غير متفائلة وغير متطلعة لأي شيء على جانب الإدارة الأمريكية والانتخابات وأوباما. ده ناحية أمريكا يعني. وأنا غير متفائلة يعني في الحقيقة يعني عام. لا إطلاقا، لا بإذن الله بكرة في خير إن شاء الله، ويعني دايما بنقول كده يعني حتى لو مش في مثل عربي متأكدة أنك عارفاه، في فمي ما حاسة كده أنه جميلة إسماعيل يعني تتحدث باقتضاب شديد جدا، وربما هذا هو السبب اللي هسألها اللي هيسبب سؤالي القادم. هل تعتقدي أنه لو أيمن نور ما كانش في السجن دلوقتي وبيكتب الجواب ده لباراك أوباما كان هيبقى فيه اختلاف في الصياغة؟